بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة وارفريم. اليوم إن شاء الله يا شباب راح أتكلم عن الأسلحة اللي أنا استخدمتها في عام 2020. طبعا ممكن يكون في أسلحة أفضل منها، وممكن يكون في أسلحة قوية أنا ما تكلمت عنها، تمام؟ لكن الفيديو هذا يتكلم عن الأسلحة اللي أنا استخدمتها في عام 2020، يعني أكثر شيء استخدامي كان لها، تمام؟ فراح أتكلم عنها الآن بشكل سريع. طبعا انتم لازم تعرفوا ان الاسلحه كلها عندي في منصه البي سي اكثرها بدون فورما، شايفين؟ يعني عندي اسلحه كثيره جدا ما أنا مزبط البلدات لانه ما عندي فورما بكميات كبيره، فهذه من الاشياء اللي كانت جدا متعبتني في منصه البي سي، اعملوا حساب هذا الشيء. الشيء الثاني اللي بتكلم عنه انه الانمي اللي راح اطبق عليه ان شاء الله بيكون ليفل 175، تمام؟ ليفل 175، فانت قارن الدمج على مستوى الانمي اللي راح تقاتله. كم مستوى الانمي اللي بتقتله؟ مثلا اقل من 100 اكثر من 100 حسب قوه الدمج، قارنه بمستوى الانمي اللي راح تقاتله، وقتها تقدر تختار السلاح المناسب لك. فعشان ما اطول عليكم في المقدمه اسيبكم الان مع المشاهده، بالتوفيق.